أعزائي المستمعين، نجدد اللقاء بكم مرة أخرى ونتواصل عبر برنامج سايكوستار. مثل ما عودناكم في كل حلقة يكون معانا على الهواء أحد المشاهير. معانا اليوم الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي. ألو. ألو. مرحبا أستاذ كريم. يا أهلا وسهلا. كيف حالك أستاذ كريم؟ الحمد لله، تسلم. إن شاء الله الأمور كلها تمام. تمام بإذن الله. الله يسلمك أستاذ كريم. ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ حاضر. الله يسلمك أستاذ كريم. أنت تحب الأرقام الفردية للزوجية؟ والله ما أعرف، أنا تعودت أحب الأرقام الفردية من الطفولة، ما أدري تعويد بدون بالفطرة بدون تفكير ليش يعني بالفطرة الفردية بالفطرة. نعم. طيب شنو رقمك المفضل بالفردية؟ رقم المفضل 9. 9. أستاذ كريم، أنت مستمع جيد أم متحدث جيد؟ والله أنا ما أقدر أقول متحدث جيد، بس أنا مستمع جيد، أصغي بكل حواسي. حلو. إلا أحيانا لما تداهمني فكرة كتابة. نعم. أسرح. نعم. أسرح فأكون بعيد شوي. أستاذ كريم، تضع رقم سري لموبايلك أو لللابتوب؟ لا والله. نعم. شنو لونك المفضل؟ الأزرق. الأزرق. أستاذ كريم، تؤمن بالرأي والرأي الآخر لو أنت متشدد بآرائك؟ لا مستحيل، لازم الرأي والرأي الآخر لازم. نعم. أستاذ كريم، لو حصل أنه أحد كتب قصيدة ونسبها إليك، شنو راح يكون ردة فعلك وشو راح تسوي؟ والله أنت نزلت على الجرح، هذا الموضوع شاغلني خاصة هذا الأسبوع. نعم، يبدو يتكرر يعني كثير معك أستاذ كريم. زير بس هالمرة أكثر ألم. نعم. في واحد كاتب قصيدة فيها شتائم وفيها هجوم على الآخرين. طيب. يعني الناس تعرف أسلوبي وطريقتي، أنا مش من نوع الشتام ولا أجرح أحد. طيب، شو كانت ردة فعلك أستاذ كريم؟ والله مؤلم يا أخي، كل أصدقائي يكلموني من كل مكان. في بعض يا أخي ضعاف النفوس ما يلقون أسلوب. نعم. يحاربوك به، يدوخون يعني يدوخون فيك. فأنا مع المثل يقول امشي عدل. نعم. يحتار عدوك فيك. نعم. فالله يجازيهم. والله يسامحهم لأن هو ضعف هذا. أكيد. ضعف الناس تعرف يعني. نعم. إنه هذا مو أسلوبي. نعم. تجريح بالآخرين ولا الهجوم من خلال القصائد. نعم أستاذ كريم، رأيت من خلالكم إنه هي رسالة. لا هم أكيد يعني. السادة المستمعين الآن دا يسمعونك، وحتى أيضا يصير عندهم فكرة مو بس بالنسبة لحضرتك، حتى الآخرين في كثير أشياء تكتب وتنسب لآخرين ممكن تسئلهم. أستاذ كريم، أنت تفكر بعقلك ولا بقلبك؟ والله أنا لو مفكر بعقلي ما وصلت اللي أنا فيه، فعاطفتي غالبة علي بكل شيء. ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ كريم، أنا أشكرك على إجابتك على الأسئلة، والآن انتظر من عندي تحليل شخصية. شكرا. سايكو ستار. سايكو ستار.